كما سمعنا قبل قليل من زميلنا وضاح في جدة بأن النهضة العمرانية الكبيرة، حاجة الشباب السعودي لمرحلة جديدة. رأينا نحن أيضا عبر التقارير الإعلامية، التقارير الاقتصادية، الأرقام التي تبثها المؤسسات السعودية فيما يتعلق بالتقدم الاقتصادي والعلمي الذي وصلت إليه، الرؤية الجديدة للأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بنبذ التطرف، التقدم الإعلامي، الثقافي، الاقتصادي، دعم الشباب، رؤية لأن يكون هنالك علاقات جيدة مع العرب يبنى عليها في كثير من القضايا العربية. لا مزيد من الحروب، لا مزيد من التشنجات، لا مزيد من التوترات، كلها تعطي علامات إيجابية ممكن التعويل عليها والاستناد عليها أيضا لتصور العلاقة السورية السعودية في المرحلة المقبلة. بالإضافة إلى الملفات الأخرى، تحدث كثير من المؤتمرين أيضا قبل انعقاد القمة على مستوى الرؤساء، على مستوى وزراء الخارجية، على أن وكثير من الصحفيين ملف اليمن ممكن أن تحل فيه قضية الحرب القائمة في هذا البلد، لا سيما أنه في أطراف ضالعة في هذا الملف ممكن أن يكون لها ثقل في هذه المرحلة بأن تأخذ قرارها بوقف هذه الحرب. أيضا كثير من الأمور التي ممكن أن نتحدث عنها، لا سيما أنه الموضوع الأمريكي الذي رأيناه حول محاولة التشويش على هذا التطور الكبير، حقيقة نحن نرى أحداث متسارعة، نرى تصريحات متسارعة، نرى قفزات في العلاقة السورية العربية ربما كانت جامدة ومجمدة لدرجة التفريز في سنوات سابقة، كان هنالك بطء بأي تصور أو بأي خطوة ممكن أن تؤخذ. اليوم عم نشوف التسارع الكبير في الفعل وليس القول. الآن ممكن أن نقول أنه هذه البداية الجديدة لا ندري كم تطول من الزمن، لكن يشتاق السوريون لأن تنعكس أمرا واقعا.